سي ناصر، سمعنا فما تعاقد مع إطار فني جديد، شنو الأسباب اللي خلاتكم قبل كل شيء إقالة المدرب كلاوزن وكامل إطار الفني؟ الناس كل تعرف اللي لونترونور كلاوزن هذايا ما نجمش يواكب مباريات البطولة نتاعنا في تونس، جاء على خدمة قدم اللي عليها ذاك لو بو اللي كان عندنا واللي عندنا التو، معناتها خلطنا عملنا برشا حاجات باهين، ارتئينا انه في المرحله القادمه لازمنا نبدلوا حاجات من بعض الحاجات هذوما، انه اطار فني جديد توت ان بروجي تاع ستاف جاي باش يعمل ان بروجي باش يخدم على بروجي، ان شاء الله باش نحطوا له كل شيء اونتر لي ما باش ينجم ينجح ان شاء الله. بالنسبه اللي قالت كريم دالهوم، اسكو من الاول تفاهمتوا مع كريم على ثلاثة شهور ولا اللي هما، ولا اسكو المدرب الجديد هو اللي طالب السير؟ والله جوفوا سي كوزين انت زيد باش نحكيو فيها، كريم دالهوم ولد النادي الناس كل تعرف، واليوم ولد النادي وغدوه ولد النادي، نجم يكون توا تنحى في الستاف هذا، نجم ياخذ نوتر بوست ولا نوتر بوست في النادي الرياضي الصفاقسي، ونجم عام جاي تلقى كريم دالهوم هو البريمير اونترنور نتاع الجمعيه، دونك حكايه نقول نعملوا في حكايه زايده، نتخيل انه كريم قدم اللي عليه، قدم اضافه كبيره في المرحله اللي تعديت هذيا، في ظرف وجيز عمل برشا حاجات باهيه، مي رئيس النادي والساهرين على النادي توا ارتأوا انه باش يكون ستاف كامل جديد، ثم شرط من شروط المدرب هذا قال اخويا انا بالنسبه لي نحب عباد ما خدمتش في النادي الصفاقسي. عبد الكريم النفطي من العباد اللي ما خدمتش في النادي الصفاقسي. بيان سور عبد الكريم النفطي يسالوا عليه منصف خماخم، سالونيش انا ولد منصف خماخم، دونك املنا كبيره باش عبد الكريم يكون رجل المرحله القادمه مع الجروب اللي قاعده تخدم توا، ونتخيل تعرفوا الناس الكل كريم تبارك الله خبره كبيره، لعب في السعوديه، لعب في السودان، لعب في الافريقي، لعب في مالطا. نحكي التدريب احنا توا سي الناس. لا بالنسبه انا تو سالتك تحكي كم لاعبي، عبد الكريم النفطي كم مدرب باش نعطيه فرصه باش نشوفوش باش يعمل. بالنسبه لطارق فني جديد الاوبجيكتيف شنو؟ فراس انت بالذات تعرفني برشا، نلعب كاش على كل شيء، احنا اون 20 متر كل شيء باش الفريق هذايا العام الجاي يهز تيتر يهز زوز يهز ثلاثه، نعملوا نخلطوا للاخر للاخر في الشامبيونه هذايا في الكاف، دونك بالنسبه لنا احنا وين نلعبوا نشرفوا المريول اللي نلعبوا عليه والريزلتات تجي بطبيعتها.